أي متى المعجب بده يعطي قيمة بقى لحاله قدام الفنان؟ أي متى بده يحسس حاله ويحسس الفنان إنه هو وياه متساويين؟ اللي صار اليوم مع محمد رمضان لما صفع أحد المعجبين كف ورد المعجب وصفعه كف تاني بعد أسابيع على حادثة صفع عمرو دياب للمعجب. اللي صار اليوم إنه في حدا صور محمد رمضان وهو ما كان عارف من كان ماشي من وراه صور وطلب منه التليفون ما قبل يعطيه صفا وكف رد عليه بالكف. أي متى المعجب رح يفرض هيبته واحترامه كرمال يحترم من قبل المعجب؟ ومن سمح للمعجبين أن يتطفلوا بهذا الشكل على النجم؟ أنت عزيز المشاهد ماشي بمكان لقيت حدا عم بيصورك، بحقلك تقله ممنوع تصور؟ وإذا رفض شو حتكون ردة فعله؟ ولا هو لأنه فنان؟ الفنان ملك الجميع، نعم، عندما يغني، عندما يكون على المسرح، عندما يصدر عملا فنيا، مش ملك الجميع لما بتطفل عليه وعلى خصوصيته. بطلب منه عزيز النجم أنا حابب أخذ منك صورة، قبل ناخذ الصورة، ما قبل ليه بدي ازعل واتضايق او اعمل منه قصة واجبره على الصورة؟ لا، انا وياه متساويين، انا ساهمت بصناعة نجاحه، انا بسببه هو عمل كل هيدا النجاح والشهرة والانتشار. يعني الصورة حتضيف له لإله اكثر ما تضيف لي لإلي، بس لانه نحن بمجتمع مظاهر، مجتمع انه انا بنزل الصورة هلا قدام رفقاتي، شوفوا مع مين انا تصورت، شوفوا النجم اللي أخذت معه صورة، شوفوا، بصير عندي مئات الإعجابات وكل العالم بقولون يالك صرت مشهور صرت مثله. منحس أنه أخذنا الضوء من المشهور، لأننا في مجتمع مظاهر للأسف، لأنه بهمنا يقولوا صورنا مع النجم، عنا أفخم سيارة، عنا أفخم بيت، حتى لو الحقيقة ما بتقول هيك. شو بتضيف لإلي الصورة مع النجم؟ إذا أنا بدي أفكر بطريقة منطقية، بطلب الصورة من النجم، إذا هو يوافق على الصورة بناخدها، إذا ما وافق ما يوافق. بس إجي أنا صوره بدون ما أسأله، إجي أنا اعتدى، بركي هو متضايق، بركي هو معتاد أنه لما بده يتصور مثلنا كلنا. هلا إذا أنا مثلا تياب مخربين وشعرات مخربين و إجا حدا صورني، حقول له لا، أنا لما بدي أتصور معك أنا بدي زبط شعري، بدي زبط لبسي، بدي زبط وجهي، بدي هيك يعني. بركي هو عنده شكل معين بحب يظهر فيه مثل أي إنسان، تجي أنت بتصوره بوضعية هو بشوفها غير لائقة، طبيعي يزعل وطبيعي تكون ردة فعله يمكن هيك. نحن لا نبرر صفع الكف، أكيد ما حدا بيبرره، لكن كمان أنت عم تعطيه المبرر أو الدافع. رجع محمد تصور مع أكثر من شخص هو ماشي على الطريق بذات الملابس، يعني بذات الظرف الزمني عادي، لما طلبوا منه شوفوا الفيديو، يعني عم بيتصور معهم بشكل جدا تلقائي وطبيعي. هو بده يظهر للعالم أنه عم بيتصور وأنه هو متواضع، هو قريب من الناس، يمكن إيه، بس كمان نحن اللي عم نعطي مبرر للفنان أنه يشوفنا هالقد 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 هالقد. شوفنا سلم بيصعد عليه، مظبوط نحن منساهم بصعوده، بس نحن كمان لو ما قيمتنا كبيرة هو ما بيكبر. هيك مفروض نحن ننظر لحالنا، مفروض نحن ننظر لحالنا ان نحن ناس إلنا قيمة وإلنا كيان، مثل ما هو ناجح جدا بشهرته بفنه، نحن ناجحين بحياتنا، نحن ناجحين بمجالات عملنا. يعني هو مساق بأنه الأضواء جاية عليه، نحن نجاحاتنا بتحكي عنا بمجالاتنا، وهيدا اللي لازم يحسسنا بالثقة بالنفس. كبار لبنان والعالم العربي، أيام الصور الفوتوغرافية بالكاميرات الضخمة، ما كان في سوشيال ميديا، يعني كيف كان يطلب منهم الصورة وكيف كانوا يتعاملوا مع الصورة؟ كان المعجب كبير، تلاقي حفل لأم كلثوم، هلا احضروها روتانا كلاسيك او على اليوتيوب، مئات الحاضرين، تحتار مين تقول عنه من بين الحاضرين ارقى من مين.
مين أرقى من التاني؟ تطلع بهيدي المرأة الأرستقراطية، مش الأرستقراطية بالأخلاق وبالرقي، مش بالمال، والرجل اللي حد الجقل واللي حد الفخم واللي المرأة اللي حده كمان مبينة راقية جدا. شو نوعية المعجبين اليوم اللي عم بيطلعوا؟ فئة طبعا عم نقول نحن. لما كان المعجب كبير بوقتها، كان الفنان كبير، كان المجتمع كبير، كان الوطن كبير، ما كله بينعكس على كله. هلأ الكل ينفعل على محمد رمضان، هيقول محمد رمضان أخطأ. نعم، بس شو السبب الخطأ؟ وليه عم بيغلطوا هيك؟ وليه عم نشوف هيك ظاهرات هلأ ما كنا نشوفه قبل، أو ما كنا نشوفها بالسنوات الماضية؟ مش الحق علينا كمان نحنا؟ قديه جرتنا السوشيال ميديا لسلوكيات ما بتشبهنا؟ وقديه لازم نعترف انه إلنا قيمة ووجود؟ لأنه هيدا الرسالة كمان موجهة لبعض الصحفيين اللي هني فانز، يعني هني بحسهم بيحبوا الفنان أكتر من جمهورهم، بدافعوا عنه بشراسة بشكل لا يصدق. كمان انت عمول قيمة لحالك وقيمة لرسالتك المهنية، انت كمان مش أقل من الفنان. لما مننظر بهيدا النظرة لكل الأشخاص بحياتنا، مين ما كان هودا الأشخاص، كل شيء بيتغير. هيدي وجهة نظري أنا عبدالله بعلبك، هيك بشكل عفوي طلعت معكم عبر منصة كوليس. بهمني اسمع رأيكم أكيد عبر التعليقات. إلى اللقاء. كوليس مع بعد المشهد.